تحية طيبة للجميع. في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة صنع جهاز إرسال بث FM للاستماع إلى ما تريد على الراديو. إذن هذا هو المخطط الذي سوف نشتغل عليه. بداية سوف نقوم بتقطيع قطعة PCB. برسم هذه المسارات التي سوف نقوم بإلصاق المركبات الإلكترونية بها. بعد الانتهاء من عملية الرسم سوف نقوم بغمر قطعة PCB في محلول الأسيد. والآن بعدما تم إنشاء هذه المسارات سوف نقوم بملئها بالمركبات الإلكترونية وفق المخطط الذي سوف نشتغل عليه.
وهذا هو الشكل النهائي للذرة بعدما أضفنا الترانزستورات، ثم قمنا بإضافة هذا الليد للدلالة على وجود التيار الكهربائي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، ألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله.